مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه انطلاقة الشوط الرابع عشر الذي يحمل 21 قعود في جعبته. ونشكر حقيقة مؤسسة الأصايل للخدمات وعلى رأسها السيد سعود بن جابر البريدي على أيضا فتح مجال البث المباشر عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمؤسسة الأصايل للخدمات. لم يطري علي أن أشكر على هذه البادرة الطيبة. الشوط، ننتقل إلى الشوط لكي لا نهضم حقه. المركز الأول والصدارة مع ملهم أو المهلب للسيد محمد بن صالح الحنظل مع المهلب على المركز الأول. يا بن حنظل، شعار سيد الإنجازات وشعار صملة وشعار العديد من الأسماء المميزة يتقدم في هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني رقم 13 إذن هو شاهين للسيد جاسم بن محمد بن سيف النعيمي صاحب نقطة في الشوط الذي مضى بدون أي أوامر. المركز الثالث انتقالتنا لشاهين للسيد سلطان بن سالم بن خجيم على ثالث المراكز، والتسلل والتجاوز من الرابع، هذا هو مهلي، والمهلي ما يولي يا عبد الله يا بن سالم يا البخيت. من ينتقل مع مهلي إلى المركز الثاني، المركز الخامس، المركز الخامس مع الموج للسيد خالد بن سالم الحريري، من قدم لنا شعار بن صويليح أيضا حليف لأحد الأشواط التي مضت. ولكن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا لبن بخيت، ونتمنى لك السلامة. الزوار مفك، الله يستر عليه. مهلي عبد الله بن سالم آل بخيت، وإن شاء الله أموره طيبة، إن شاء الله إن شاء الله أموره طيبة. ناموس حلو المذاق مع صباح رمضاني جميل. المركز الثاني، الثاني القادم في هذه اللحظة شاهين لسيد جاسم بن محمد بن سيف النعيمي، وآخر 100 متر وناموس، ناموس يا مالك. مهلي عبد الله بن سالم آل بخيت، وصحيح من قال المهلي ما يولي. أسعد الله صباحك على هذا الناموس. المركز الثاني كان مع النعيمي، وثالثا شعار جابر بن علي بن جرحب مع فريح على المركز الثالث.